السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان لابد أن يكون بداخله ضمير وإحساس ومشاعر تجاه الإنسان وتجاه الحيوان وتجاه كل من خلق في الأرض. هذا الإنسان أبعرف شنو ضميره، شنو عنده إحساس وشنو مشاعره. الله يكرمكم، ما أخذ كلب ورابطه بالسيارة من الخلف ويسحب على طريق العام بالقار، والكلب تشوفون قدامكم يعني قاعد يجره ويسحبه على القار، تقطع جسمه وجلده وتعذيب حتى الموت. يعني والله العظيم حتى لو الكلب يضايق إنسان أو يضايق أحد أو في طرق ثانية بديلة لهذا، الطريقة اللي أنت سويتها لا ترضي الله ولا ترضي رسوله ولا ترضي الشرع ولا القرآن ولا ترضي كل إنسان شريف صاحب ضمير ومشاعر إنسانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله.